الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: في حديث الدجال الطويل فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق بين مهرودتين، ذكر بعض أهل العلم أن معنى بين مهرودتين أي لابس ثوبين مصبوغين بورس وزعفران، فما معنى الورس وما معنى الجملة الكاملة لابس ثوبين مصبوغين بورس ثم زعفران؟ الحمد لله. هذا الحديث المذكور في السؤال يتكلم عن علامة من علامات الساعة الكبرى، والتي اتفق على وجودها في آخر الزمان أهل السنة والجماعة، وهي نزول عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن نزوله قد ثبت بالأدلة الصحيحة الصريحة كما في هذا الحديث وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يحكم إلا بالإسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما وقت نزوله من السماء ومحله وما يجري على يديه من الملاحم فقد ذكرتها الأدلة الكثيرة. فمحل نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، وأما صفة نزوله فيكون واضعا كفيه على أجنحة ملكين، على أجنحة ملكين كما في صحيح الإمام مسلم من هذا الحديث، وهو حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: فبينما هو أي الدجال كذلك إذ بعث الله عز وجل المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفع رأسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر أن يجد ريحه إلا مات ولا يجد نفسه، عفوا قال ولا يجد نفسه إلا مات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقوله مهرودتين، قال العلماء رحمهم الله تعالى: المقصود بذلك أنواع من الثياب، أنواع من الثياب أي الحلل بين مهرودتين أي حلتين، وهذه الحلة مصبوغة بنوعين من أنواع الطيب بالورس والزعفران، وإذا صبغ الثوب بالورس والزعفران فإن لونه يجيء مثل زهرة الحوذانة كما قاله أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالمقصود بالثوب المهرود أي الثوب المصبوغ بالورس والزعفران، وهذه صفة نزوله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولعل هذا كاف في شرحه والله أعلم.